إنجيل يوحنا الإصحاح 17 من عدد 1 إلى عدد 5، صلاة يسوع قبل أن يسلم. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته السلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذلك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كل العالم.